في منطق الأمور أنه مش بسهولة فيك تطلع كمان من المرشحين التقليديين، لأنه هيك مبرمج العقل اللبناني عمليا. حتى المرشح يلي عم تعتبروه مثلا، هلا عطينا مثل جهاد أزعور، يعني عم تعتبروه أنه المرشح الأكثر تنطبق عليه الصفات والقادر أكثر أن يقوم بالبلد، خاصة أنه المشكل الاقتصادي المالي عميق جدا، وعنا موضوع صندوق النقد والبنك الدولي وما إلى ذلك، كمان البعض الآخر يعتبره مرشح تحدي. لا خليني أنا بس أرجع للفكرة الأساس، هذا المنطق السليم اللي بتطرحيه اللي بيوصف واقعنا بلبنان وكيف منفكر، هذا بيمشي حاله بظروف عادية، ما بيمشي حاله بظروف استثنائية. بس نحن على طول بظروف استثنائية، أيمتى ما كنا بظرف استثنائي؟ كنا عم نحكي مع حضرتك تحت الهواء عن المعاناة، صحيح، وحضرتك عم توصفي شو بيصير، مزبوط عم نعيشها، هاي ظروف لا مثيل لها بتاريخ لبنان. صحيح، نحن عشنا مرحلة الحرب الأهلية المشؤومة وحضرتك بتعرفي، كانت المصارف تفتح وكانت المستشفيات فاتحة وكانت البحبوحة موجودة وكانت الناس تحكي مع بعضها، رغم الناس ما جاعت، الناس كان معها مصارف. هذا المشهد اللي عم نعيشه اليوم أي مرحلة من تاريخ لبنان الحديث تشبه، أنا برأيي أقله فيما شاهدته ما بتشبه أي مرحلة. إذن هذا الكلام ما بينطبق على هالمرحلة، هاي المرحلة بدها سرعة، بدها فطنة، بدها مصلحة وطنية، بدها قرار، بدها جرأة تواجه جمهورك. المشكلة أنه بعض القوى بعدهم عم يسيروا بشعبوية وعم بيخافوا، وكأنه الانتخابات النيابية بكرة، أنه أنا إذا بحط هذا الموقف شريكي على الساحة تبعي رح يستقطب الأصوات مش مني. مش كل الناس وليد جملاط. إيه أكيد. مش كل القيادات وليد جملاط. يعني حتى في أنه وليد جملاط كيف ما برم جمهوره وقعدته الشعبية تبرم معه. في إلى سبب، وليد جملاط هو زعيم يقود ولا يقاد، هيدي ميزته، هاي ميزة الزعيم الحقيقية أولا. المسألة الثانية، هو مجرب ولم يخذل جمهوره ولا يوم بتاريخه، وبالتالي ثقة الجمهور بولي جملات كبيرة جدا. المسألة الثانية، الاستقطاب الموجود على الساحات يؤدي إلى تلك المزايدات، وبالتالي هاي تودي بهذا الفريق أو بذاك إلى تهلكة. في فريق آخر يمكن أدبيا مرتبط مع الوزير سليمان فرنجية، وكان بناء على وعد أو إيحاء أنه في المرحلة المقبلة بتكون أنت المرشح وبتكون أنت الرئيس، توازنات المجلس لا تسمح، العملية الدستورية لا تسمح، بس في تمسك نصاب الثلثين لا يسمح. أوكي، بس اليوم على رغم من كل هيدا الشيء أو منروح لمنطق جامع نستطيع من خلاله نشكل بداية المعبر كي نخرج بأمان وسلام. شو هو مفهوم المنطق الجامع؟ المنطق يعني الجامع. اليوم حزب الله والثنائي الشيعي قال كلمته، قال سليمان فرنجي ونقطع السطر، ولن أتراجع إلا إذا هو قرر يتراجع. 100% هذا ممتاز، هذا موقف المرحلة الأولى، أخلاقي أدبي، بعدنا بالمرحلة متضامن مع حليفه. ولكن بالواقعية السياسية، وهون نتوجه بكل إيجابية لكل أفريقيا، ونحن الوزير سليمان فرنجي نحترم هذا الشخص ونحترم هذا البيت من ما له من تاريخ وتضحيات، وعلى المستوى الشخصي إنسان واضح وصريح بموقفه. إشكاليتنا الوحيدة معه أنه أخذ خيار سياسي لا يتلائم مع الواقع الجديد، ولا يتلائم مع التركيبة، ولا يتلائم تركيبة المجلس وتوازناته، وبالتالي هناك استحالة من الوصول، ويشكل تحدي للفريق الآخر. والتحدي كمان بدي يتوجه للثنائي ولزملائنا ولأخوتنا ونقلهم، محاولة فرض أو التمسك في هذا الاسم الذي يشكل تحدي يدفع كمان الثنائي المسيح أو الثلاثي أو القوى المسيحية للتماسك أو للتضامن أو للمواجهة معا أمام هذا الطرح، وهذا قد يأخذنا إلى مكان ما بدنا نروح له.